يعني مباراه الكهرباء وفريق الكويتي الكويتي، يمكن اغلب المتابعين والمشاهدين وخصوصا اصحاب الشان الفني ما كان يتوقع اليوم الكهرباء يظهر بهذا المستوى قياسا الى مباراه يوم امس الزوراء مع العربي، وايضا القوى الجويه بعد تعادلهم رغم في ملعبنا وقدموا مستوى جيد، وكذلك عدم مشاركتهم في دوري المتنافسي او دوري المحلي، وعدم توفير مثلا نقول المباريات او المعسكر الجيد قبل هذه البطوله بسبب عدم التزام الاتحاد العراقي بمنهاج الدوري ووضع آلية متى يبدي الدوري حتى يعرفون متى يعدون الفريق لهذه البطوله. مع ذلك اليوم الكهرباء اليوم رغم النقص يمكن 3-4 لاعبين خرجوا من الكهرباء ما تاثر مثل ما يعني متوقع الكثير، قدم مستوى جيد، اكو عمل تدريبي، اكو عمل مدرب، بصمات مدرب موجوده. اليوم شوف الاداء جميع الخطوط سواء الحارس المرمى ومن الدفاع والوسط والهجوم، شوفوا كتله واحده في الدفاع وفي الهجوم. هذا يعز لك بان الكهرباء يمكن يعني يمكن عاد او مستعد لهي المباراه فعلا على عكس بقيه الفرق. يعني بعدين احنا نتحدث بموضوع القوه الجويه وايضا الزوراء. اليوم لولا استعجال وعدم التركيز الجيد يمكن كان طلعوا يوم 4-3 اهداف او 5 نقول احنا اليوم فريق الكهرباء، رغم اكو يعني نقطه وخصوصا يعني اوضحها للكادر التدريبي، النقطة اللي مروا بها هي ضعيفة هي الكرات الثابتة بالجانب الدفاعي لفريق الكهرباء، جميع الكرات الثابتة اللي الزاوية أو الفاولات يوم يعني أخذت من قبل لاعبين نادي هو المشكلة.